السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض مادة تطور الفكر الاقتصادي. هناخد الفكر الاقتصادي في بداية العصر الحديث، وهنا هناخد الفكر الاقتصادي التجاري. الفكر التجاري قام على العديد من المبادئ الأساسية، والتي من أهمها أول حاجة إن زيادة السكان تزيد من قوة الدولة. إن الفكر التجاري أو التجاريون كانوا شايفين إن زيادة عدد السكان يؤدي لزيادة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية، وبالتالي يمكن أيضا عن طريق زيادة السكان زيادة عدد الجيش، وهذا يؤدي إلى زيادة قوة الدولة. تاني حاجة إن ثراء الدولة يتوقف على مقدار ما تملكه من معادن نفيسة. كانوا شايفين برضو التجاريون إن قوة أي دولة تتوقف على ما لدى هذه الدولة من ذهب وفضة وأي معادن نفيسة. المدرسة التجارية أيضا أو الفكر التجاري كانوا شايفين إن التجارة هي تأتي في المركز أو المكانة الأولى، يليها الصناعة ثم الزراعة. فكانوا شايفين إن التجارة هي اللي تقدر تحقق فائض في الذهب أو فائض من الذهب والفضة، خاصة التجارة الخارجية، ثم تأتي الصناعة وبعد ذلك الزراعة أخيرا. التجاريين أيضا كانوا ينادون بضرورة تحقيق فائض دائم في الميزان التجاري. هما كانوا شايفين إن أنا عشان أقدر أزود ذهب وفضة ودخل ذهب وفضة يبقى لازم أزود صادراتي عن وارداتي، وبالتالي كانوا بينادوا بضرورة تحقيق فائض دائم في الميزان التجاري لتحقيق الرخاء الاقتصادي. وطبعا نمرة خمسة، التجاريون كانوا بينادوا بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد، وإن الدولة لابد إن هي تتدخل في الاقتصاد بحيث إن هي تقدر تقيد الواردات وتزود الصادرات ونحقق فائض دائم في ميزان النقد الموجه للفكر الاقتصادي التجاري. في بعض العيوب في هذا الفكر ان اخطأ التجارين في تحديد معنى الثروة، ان هم ركزوا معنى الثروة في الذهب والفضة فقط لا غير، واهملوا طبعا المقدرة الانتاجية للدولة. تاني عيب ان من الصعب ان يتحقق فائض زي ما هم بيقولوا في الميزان التجاري لجميع الدول، لان فائض دولة ما هو الا عجز لدولة اخرى، او صادرات دولة ما هي الا واردات دولة اخرى. بعد ذلك هننتقل للفكر الاقتصادي للمدرسة الطبيعية او فكر كيناي. الطبيعيون كانوا بينادون بالحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، وكانوا يروا ان هناك قوانين طبيعية هي التي تساعد على سير النشاط الاقتصادي. والطبيعيون يروا ان الزراعة هي النشاط الوحيد المنتج، اما باقي الانشطة فهي انشطة عقيمة زي التجارة والصناعة. وبالتالي شايفين ان الزراعة هي النشاط الوحيد الذي يؤدي لزيادة الناتج. وقام كيناي بتقسيم المجتمع الى ثلاثة طبقات، وهي كالتالي: الطبقة المنتجة وتشمل العمال الزراعيون أو قطاع الزراعة، طبقة الملاك، الطبقة العقيمة وهي طبقة الصناعة والتجارة. ولذلك هو النشاط المنتج هو قطاع الزراعة، وكان يرى أن قطاع الزراعة هو الذي يوزع العوائد على طبقة الملاك والطبقة العقيمة. السياسة المالية في الفكر الطبيعي. نادى أنصار الفكر الطبيعي بضرورة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد وترك النظام الاقتصادي حرا، حيث ان هناك قوانين طبيعية هي اللي تساعد على سير النشاط الاقتصادي. وكان انصار الفكر الطبيعي ينادوا بفرض الضرائب فقط على الناتج الصافي للاراضي الزراعية، وعدم فرضها على اجور العمال او المنتجين، حتى لا يتسبب ذلك في الحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي. ان الزراعة هو اللي ممكن نفرض عليها ضرائب، انما الاجور ما نفرضش عليها اي ضرائب. ونادى الطبيعيون ايضا بضرورة انفاق حصيلة الضرائب على الخدمات العامة في المجتمع من أجل تحقيق عدالة التوزيع في المجتمع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.